نغني من أجل حرية الإعلام، احتفالية شاركت فيها مجموعة من الشباب الأردني، وكانت عبارة عن انتفاضة شبابية بعيدا عن اجتماعات النخب الثقافية والسياسية، وذلك تماشيا مع الثورات الشبابية العربية التي منفك الإعلام يبحر في مدها وجزرها ويحارب بشتى الطرق والميادين. التفاصيل مع الزميل عماد العضايلي من عمان. كما هي الثورات العربية شبت فكانت شبابية، كان الشباب هنا أيضا وقودا يضيء حرية الإعلام بعيدا عن البرجوازية والنخب الثقافية والسياسية، فتغنى الشباب راقصا للكلمة الصادقة ولحرية إعلام هو عين وآذان الشعوب. بكل فخر أنا السلطة الرابعة، حدود السماء بس السماء واقعة، سنين طويلة وأنا ماسك راية الدفاع عن حقوق الإنسان مش ساكت، أنا عين ودنين الشعب، مراقب متعذب للحق، بعتبر حر، وأنا عايش بمربع مصنوع من يافطات مكتوب عليها ممنوع منطر. بدنا حرية الإعلام مش بس للمثقفين والنخب، بدنا حرية الإعلام للناس. إذا هاي الأغاني بيحملوها الناس تتحول إلى أداة ضغط للمجتمع، وبالتالي ما ممكن للأنظمة الدكتاتورية أنه تغير من قيمة حرية الإعلام إذا الناس بيؤمنوا فيها. وعبر هذه الشاشة ومن إحدى مواقع التواصل الاجتماعي الذي كان حضنا ثارت فيه براكين الثورات، جاء هؤلاء ليقولوا أن لا موانع لحمل هذه المواقع مطالب الشعوب، فلا لتكميم الأقلام وإرماد عين الكاميرات. الصراحة كان في طريقة مختلفة في هذا الموضوع، يعني الفن اللي قدم إجمالا المجتمع نوعا ما بعيد عنه، وكيقدم هذا النوع من الفن فن ساخر بعض الشيء بضمن إطار الإعلام، هذا إشي جديد وجيد وسقفه أصلا هو عالي نفسه نوع هذا الفن. ولاقتفاء الأثر ونشر الخبر حماة شباب لإعلام وصحافة أمست حاجة في ظل شبابية الثورات، ولزمن له دولة ورجال من الشباب وحتى الشابات. إذن أينما تواجد الحدث تجدد عمر مهنة الصحافة والإعلام، عمر يحاول كل من لا تروق له الكلمة الصادقة تقصيره، وثمن الحقيقة يكمن في شباب متجدد. للصحفيين ذهبوا ضحايا في رحى الأحداث، فولد غيرهم حشد جديد. عماد العضايلي، NBC عمان. باقون مهما كثرت القيود. في الختام مشاهدينا إليكم تذكيرا